السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم في قناة خزر سكول، مرحبا بكم في الظروف الصعيبة اللي تعيشها بلادنا. مناش نقرو لا في المدرسة لا في الليسي لا في الجامعة، عاملين حجر صحي، وإن شاء الله تكونوا مطبقين 100% الحجر الصحي، خاطر إذا كان انتوما تلامذة ولا طلبة صغار يعني عندكم مناعة، وحتى كان لا قدر تمرضوا تنجموا تخرجوا منها. معناتها لاباس، لكن عندنا في العائلة تاعنا ناس كبيرة وناس عندها أمراض مزمنة نجمو ونعدوها، دونك يلزمنا نطبقو الحجر الصحي 100% باش الفيروس هذا نتخلصو منه، خاطر هو يعيش كان في بدن الإنسان. واضح؟ دونك كما قلنا اللي الفيروس هذا والهاي كورونا هذه ما خلتناش نقرو بصفة عادية في المدرسة نتاعنا، دونك ثم حلول اللي هي كور أديستونس. علاش نقرو كور أديستونس؟ باش المادة الشخمة، باش كيف الماكينة إذا كان حبست ياسر ما عادش ترجع تخدم، وإذا كان رجعت تخدم باش ترجع تخدم، معناتها يا ما تعمل لها ريفيزيون، فهمتني، وتشحمها وتزايد وتشد برشا وقت. إذا كان انتوما مثلا بعد شهر السودان قلت باش تعدي الباك، اش عملت وانت بقى راقد ماكش تقرا؟ دونك يلزمنا ديما نريفيزو، ديما نحضرو، حضروا من اول العام عبارة عندنا هذه بيريود دي ريفيزيون، خاطر طول ولا قصر الفيروس هذا باش يمشي، ماهوش باش يبقى للأبد، لأن الفيروسات عبر التاريخ تجي فترة معينة وتمشي. واضح؟ دونك نحنا في خزر سكول باش نعمل لكم دورة ريفيزيون جينيرال في المات وفيزيك من أول العام لآخر العام. واضح؟ وكور أديستونس كيفاش تقرأها؟ دونك هي معناتها حصص تفاعلية. إيش معنى حصص تفاعلية؟ يعني أنت تنجم تسهل الأستاذ يجاوبك الاستاذ، تسال زملائك، اكسيتيرا اكسيتيرا، اترافير كوا، اترافير ان ابليكاسيون اللي هي الابليكاسيون هذه شنو اسمها؟ اسمها زوم. الابليكاسيون هذه تيليشارجيها من البلاي ستور وتصبها في البورتابل نتاعك ولا في البي سي ولا في التابليت، ومن بعد في الباج نتاعنا نتاع خزر سكول فيسبوك نهبطوا اللين نتاع الحصه، غدوة عندكم حصه مجانيه في اللوند بروغريسيف مع الخمسه مع الاربعه تاع العشيه، باش تلقى لانونس موجوده في الباج خزر سكول مع الأربعة، تكليك على اللين تحلق ديريكت الحصة المباشرة. دونك ننصحكم من تو تحضروا الأسئلة اللي مش فاهمين في اللوند بروغريسيف كالك سوا السؤال، خاطر عندنا أساتذة ممتازين وممتازين جدا، أي حاجة مش فاهمينها فينومين فيزيك كالكيل اكسيتيرا، مثلا في اللوند ما كنش فاهمين الديفازاج، ما كنش فاهمين النابدو، ما كنش فاهمين لا سبيد ولا كورد، الحوايج هذه كلها باش تقراوها. واضح؟ وثم حصة مجانية أخرى في المات ذيك باش يجهزها أستاذ المات. أكثر استفسار على الدورة هذه تنجموا تتصلوا بالباج خزر سكول، اللي تدخل للصفحة بتاع خزر سكول باج كونتاكتي، تبعث لهم ميساج تسألهم على الدورة هذه والتفاصيل بتاعها. والسلام.